تقول لي كذا؟ كل عمي تامي قال لي انت منحوس، قال لي كنبغي يمشي يلعب ولا كيموتوا. عندك اربعه السوايع تكون واقف قدامي هنايا في البيرو ديالي مع ولد خويا. عائلته الحقيقيه راه يقلبوا عليه ولا لقاو اللي يوصلهم ليه غيدوروا معاه مزيان. شحال؟ واش انا عندي الوقت انا باش نجلس انا نبقى نضارب انا مع نتفرج انا في ناس يغوتوا ولا تينقزوا؟ هبطوني هبطوني. راه واعرين راه كيديروا داك الشيء ديال حماده موس والرياضه، شو واعر انت شوف زيد معايا زيد معايا. حج لبيت الله في المساء واصبح البيت على بكاء. بيت الله هو الجامع ياك؟ هادي ثلاث شهور الدراري اللي كنقراو في الجامع عند الفقيه الحاج عبد الله لقاو ميت في الجامع ديالو. عائله المهدي طلعوا ناس لاباس عليهم. ما تحرم صاحبك المهدي يدي مع خوك، ما تحرموش من هاد الحياه النعيم اللي كتسناه. هذاك الولد اللي وصيتيني عليه ها هو مشى لالا تاكلك وسط الطاكسي دابا. دابا خصنا غير نستناو الطاكسي حتى يوصل وندي المهدي في يديا. تامي كفر بالله ما كفاش كل حق المهدي بوحدو، زيدني حتى انا سنيت لي على وكاله باش يتصرف بكل مكان ملك. المشكله للعيشه راه حتى واحد في الدوار ما كان عارف باللي المهدي غير مربينو ماشي ولدكم، داكشي علاش ما فهموش داكشي اللي دوز عليك تامي. هادشي كامل اللي دوز عليك راه ما ساهلش وانت بقيتي حاني ليه الراس. باش راني قلت لكم ما كان عندي ما ندير، راه كان تيخلعني وكيهددني كيقول لي غير صيفط الدري للخيريه وانا غادي نمشي للحبس. الحبس زوينه هاتي الحبس، انا اللي غادي نصيفطو ليه يدوز فيه داكشي اللي بقى من حياته. الا ما صيفطتوش ما تسميونيش انا حالي. اختي الله يعيشها سمحي لنا بزاف، سمحي لنا الله يعيشها على هادشي كامل. دابا اللي فات احسبي عليا، ومن اليوم حنا هما عائلتك، ما نبغيت خصك حتى شي حاجه. ان شاء الله نردوا لك الخير اللي درتي فينا. انا ما درت فيكم حتى خير، مهدي راه ولدي والله الا لا ولدي اللي ما ولدتوش ليا كرشي. ايه عرفت ولدك، ومن اليوم حتى انا حسبيني خوك. واخا الله يخطيك السي حليم. دابا التقرير ديال الشرطه العلميه كياكد لي بان بلاطون مات من مشلوق. نعم، ولكن ما كاينش دليل انه انتحار وماشي جريمه قتل،
ولكن انا متاكد بان وي شاف واخا شاف انا جي دابا. تفضلوا. سي امين كيبان لي بلي عندك شي معلومات مهمه على لافير ديال بلاطون. اكيد. ملي اتصلتي بيا وانا متشوق نسمع لك، تفضل. شكرا سيد العميد. كيف ما كتعرفوا بانني عمري ما صدقت الافتراض ديال بلاطون ينتحر، لان الدراسات كتبت بان مرضى العقلين ما كينتحروش، وحالات قليله اللي كانت وقعت بان مجنون قتل راسو كانت على طريق خطا ماشي انتحار. ولهذا بديت كنقرا في بعض الكتابات ديال بلاطون وبعض الابيات الشعريه ديالو، واستنتجت بان بلاطون حضر على شي جريمه قتل في ظروف اللي انا ما عرفتهاش. ومن خلال الكتابات ديالو اكتشفت بان عندنا جوج ديال الضحايا ماشي ضحيه واحده. وهذا هو التقرير ديال الشرطه العلميه. عندك الحق. وحتى ملك بيت الله اللي توصلتي باللي هو الحاج عبد الله الفقيه ديال الجامع مات هذه 3 شهور، وكان راجل كبير ومريض، وحتى واحد ما كان كيشك في الموت ديالو. انا معك في جميع الاستنتاجات ديالك، وغادي نطلبوا من الوكيل العام باش يعطينا ترخيص نخرجوا الجثة ديال الحاج عبد الله. تفضلوا. شكرا. إيه لا لا امين غير خليك انت. كان هنيك السي امين على بعد النظر اللي عندك وجميع الاستنتاجات ديالك عندها دلاله. كمل على طريقك وراك غادي توصل، والله يعاونك. بارك فلوك سيد العميد، انا كندير خدمتي ديالي اختك. حتى انا مهدي صاحبي وعزيز عندي بزاف، كان سبحان الله العظيم ديما كيعاود لي عليك، كان قال لي بلي في هاد الدار هادي انت اللي كنتي عزيز عنده ام عائشه. قول لي بعدا ام عائشه كاينه هنا في الدار؟ لا ما كايناش. اوه انت راه همزه هادي. سالم هذه الطومبيل ديال العائد الإدريسي، شنو كدير هنا؟ تورق. يوسف اش كدير هنا؟ اش كدير هنا؟ شكون هذا الولد؟ أنا كبير صاحب مهدي، جيت أنا والأستاذ باش نديو معنا مهدي إن شاء الله. السلام عليكم. مازال ما بغيتوش تفارقوا منا؟ جايين تحمقوا عيشة عاوتاني؟ المهدي صافي لقى عائلته الحقيقية، الناس لاباس عليهم راهم في المدينة. لا لا، غير بشوية عليك. أنا الأستاذ كريمي، المحامي ديال العائلة دي الإدريسي. سي حليم الإدريسي كلفني باش نقلب ليه على المهدي ونجيبو ليه فين ما كان. أستاذ، طاكسي جا ديال المهدي. هادو اللي مزدي ليا عند الباب. السلام عليكم. وعليك السلام. حادة؟ هاي 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 ياك تصرا عيطت فيك شحال مرة وقلت لك لا باقاش تهوبي حدا باب داري، جابك تاني. شريفة سمحي لي عافاك قدم لك راسي. أنا الأستاذ كريمي المحامي ديال العائلة دي إدريسي. تشرفين. جيت عافاك باش ندي حمزة لعائلته. اسمح لنا سيدي ما عندنا حنا حتى شي واحد بهاد السميه. تعال انت تعال تعال انت اش مخرجكم من دارك؟ فاجل فاجل مخرجكم من داركم؟ اتبعوا جيبوا لي نعلقوا. الو وي سي حليم بونجور الله يبارك فيك. اي اي احنا في لاله تكركوست جينا باش ديو حمزه. هي كاين هذاك السوير هذاك الشيفور ديالكم ومعاه شي وحده سميتها حاده. اي اي لا لا حاده. واخا سيدي واخا تو دو سيت هي الاولى. لا لا حاده تفضل. لا حاده. الو سي حليم كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. وانت كي دايره عائشه والباشي لاباس عليهم؟ لا با خليته مع واحد صاحبتي تقابلوا بلا ما رجعت.
لا لا ما تخافش والله ما نتعطلوا. الو الو سي حليم، راه ما كاينش الريزو كتسمعني؟ الو عب شويه تعكلي، عب شويه راك ما مولفاش بيه. عداك جلايلك عداك، عطات الدنيا بالقدم تا صارت الصوله بالخدم. ترعاوين ولاو خياله؟ قولوا لي عاش واقع، انا بغيت نفهم. استاذ الطاكسي اللي جنب ميدان وصل. مهدي كيدير؟ مهدي وحشتك يا صاحبي، وحشتك. صباح شوزين فين؟ شديت جنب والله جيت عندك يا صاحبي. انا جيت عاوتاني عليك نتسطع عاوتاني صباح كلشي مزيان؟ اجي جندك نعرفك على محلك هذا المحل. أهلا سي حمزة، لاباس عليك؟ بخير وعلى خير. كون شتي شحال قلبت عليك يا وليدي يا حمزة، ما خليت عليك حتى بلاصة، مشيتك حتى للدار البيضاء، وقالوا لي راك قبضتي الطاكسي أنت وكبير ومشيتوا لمراكش. كون ما كانش هذا الوليد كبير، ما عمري ما كنت غنتلاقى بك. يلا وليدي وجد لي راسك، وجد لي راسك باش نمشيو بحالنا، يلا. تعال وليدي فين غادي؟ تعال. إلا لقى وليدي هاد عائلتك الحقيقية بصح تصابت كاينة، خاص عمك اللي يجي يديك باش نتهناو عليك، ما عندك فين تمشي. هاكا السي حليم بغا يدوي معاك. الو السي حليم وي خويا. فين مو عيشة؟ امك عيشة لاباس على عند عمك، انا جبت الطوموبيله باش نديك. يلا تعال وليدي تعال. فين غتدي اختي؟ الدري ما غيتحركش من دار باه حتى يجي عمو، وليتي تامري وتنهي. دار باه اللي شتتي لها الشمل، الا ما سكتيش غادي نجفف بك الدوار كامل. خلعتيني، كون كنا نخافو من الدجاج كاع من ريشو غتلقى الدري ولا غنفور عليك. الا لا مينا الله يجازيك بخير، بارك عنا من هادشي هذا. واه لالا حدا عافاك راه سي حليم قال لك عافاك خذي حمزه وديه معاك في الطوموبيل ديالك، انا راه باقي عندي ما يدير هنا. خالتي حدا مكلي ندي معايا كبير. اه ودير اخويا شي حاجه. شنو غادي ندير؟ دير شي حاجه، راه الدري مخطوف، عيط على البوليس زعما دير شي حاجه. راك تهامي الا جا ما يعجبوش الحال. كيفاش تهامي؟ شكون تهامي هذا؟ راجلي. لا لا انا مازال عارفك لا انت لا راجلك، ولا باقي تجيب لي هذه الهضره مع فمك ما غيعجبك حال. مزيان تبارك الله. سي محامي وي شنو؟ طلع لي شنو؟ لا قسم وصافي كبير على رجع صافي. شحال باقا بيناتنا؟ وي فداك هاك هاي الاذرة مازالت راه معشوبة. شوف او على الاذرة اخرى من عندي حيت طلعتي راجل ولكن ردت البال. بغيتك الله يرضي عليك تكون انت هو دنيا وعينيا، اللي شفتيه واللي سمعتيه اللي بغا يوصلني بالحرف وراه غتهلا فيه مزيان. كاين العقب هاك يلا. شحال هنا فداك؟ لا يلا بسلامة. اجي في غادي بنتي لي غادي كتسلت.
كيفاش في غادي غنمشي بحالي؟ علاش؟ عافاك بقى معايا. مهدي اسمعني مزيان، انت راه عندك عائلتك مهلين فيك، ما خصك حتى خير، اش غنبقى ندير عندك انا تما؟ شوف هو والدي بحال والديك، بقى معايا نبقاو نلعبوا عافاك. عارف اللي كاين ما فرطتش فيا. الو وصلتي؟ انت في الدوره؟ واخا انا جاي عندك. يلا لا صافي دابا عقت بيك، عيطتي البارح لطيف في الليل باش يجي موراك ياك. ورا اللي بيرانا ما عيط لي باش يجي يديني. اجي جي نهضر معاك. اجي جلس جلس نهضر معاك. شوف مهدي كتسمع لخوك الكبير؟ غتمشي دابا تدخل، دير راسك بحال ما كاين والو، دخل قصر مع راساتك تفجج نشط، راه جايبين واحد الحاولي تبارك الله عرفتي قداش. خويا كبير نسيتي هادي؟ هادي مهدي خليها عندك سوفونير تهلا ليا فيها تنرجع. خويا كبير ما عمرني غادي ننسى، الخير اللي داشتي فيا وما غاديش ننساك. شويه انت راك خويا صغير، اسمعني مزيان، تكون قافز بحالي داكشي اللي ربيتك عليها داك شي واحد يديرها ليك. متخافش اخويا، انا بغيت نشوف خويا لطيف. شوف لطيف قال لك شوف لطيف، لطيف راه الا شافك بهاد الحاله بحال واش غيعرفك. واخا سيدي ما عليناش، يلا نشوفو حنا لطيف. يلا لطيف انا جايه انا جايه. زيد شوفو لطيف زيد. تضرب لي على الطوموبيل ديال حميده حتى الله يتجابها. هاي 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 الباتشينو صافي. يحشك بزاف كبير مهدي. شنو اللبس عاوتاني؟ انت فين الشيف؟ بخير. اي على الحسنه. اي اي كي داير؟ لاباس بخير؟ لاباس. دار عمي هادياك؟ اييه. كنا مهدي نسينا الصور تقدر تطلع مش ترجم؟ صافي غادي ندخل. اجي وريني الدار. اجي مرحبا بك. الطوموبيل هاني هنا كبير ياك؟ كلشي ديالك لطيف اصاحبي وين؟ مرحبا بك عندنا. تي الساعة تبارك الله ديال الله شوف. بصحتك يا مهدي بصحتك. هادشي راه كاملو ديال مهدي. بصحتو. دبابي داو داركم فوق ما بغيتو تجيو عندي جي عندي. نرضي عليك. مزيان مزيان. يلا خويا راه مازال تابعنا الطريق. يلا مهدي يلا. هادي تهلا في راسك. صافي. لكن انت باغي شي حاجه عيط لي ادو شويه الوقت رجع عليك صافي. يلا كبير كما قلت لك بناتنا. الو حتى شي حاجه عيط لي. تليفون بناتنا. عيش الله يكون في عونك. كي غديري حتى تعيشي بعيده على الميتي؟ الله يرحمك السي محمد، انا ما سمحتش في ولدنا الميتي. الله حن عليه و... وي مالك ماما؟ كاين مشى قال عليا جا وسلم عليا وقال لي غادي يرجع يشوفك.
ما مشاش ما سافرش، راه غادي يرجع يشوفك، ما خصنيش نشوفك حزين. جدك باغي يوريك الحولي وباغي يشوفك، سير سير عندو. هكذا باغي نشوفك. عيشة اش خطرتي؟ والله ما عرفت، دخت ما علاش حتى انا تتوقع لي وخصني اللي يخطر معايا. انت لاله زين، مختاري لي انت اللي بغيتي. بكل فرح الصراحه، كلهم يجيو معاك. اش دارلك في هذا؟ نقيسو. معلوم تي في دارك، اجي نعاونك. بسم الله الله اكبر. سميتك حمزه الادريسي على ابوك وجدك على قوله لا اله الا الله محمد رسول الله. بارك الله عليك، جيتي فنا. مرحبا بك لدارك. لهلا يا خطيك. ولدي مي ذبحنا الحاوي. دابا عندك جوج ميمات. واه واه يوبي 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 واه. وانا عندي اختي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد اللي شفت العائلة مجموعة، العائلة فرحانة والشمل تجمع. الله يرحم هشام. يلا ولدي يلا سر براسك، سير مسمتم. يلا انت من هنا يلا سر. نسيت الضحكة ديال بحال ديال با الله يرحمه. وما جيت عاد طاح في الواد بعيد 6 كيلومتر وباقي حيا ماما. شحال زوين داك الوليد. سبحان الله، غير با الله يرحمه. لا غير جدو الحاج حسن ما خلى فيه والو. مهدي سير نشط مع راسك. سير شوفوا بنت عمي زينب مسكينة ما قدها فرحة. قربوا لعندي بيت نهضر معاكم. قربوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. كنشكركم اللي جيتوا في هذا النهار، لأنه بالنسبة للعائلة ديالنا يوم عيد. شنو شدو؟ ودرت والو الشاف، والله ما قتلتي واحد. سير هاك دراسكم علان، سير اخويا قولها لمينا. سير من هذيك المدرسة اللي كانت غادية على رجليها، بغيت مولانا يحرمك من ضوء عيني. ما درت والو، ما درت والو، ما درت والو، ما درت والو. علان السوق كامل كيسب فيه. ايوا شتي يقول؟ قال لك السيتي راه بريء. بريء؟ وياه زوينة، لأنها كان عندها اليقين التام على أن ولدها عايش. واخا واخا، أنا نعاود نتصل بك. والله سبحانه وتعالى كيحقق رشاد كل إنسان تعلق به. الحمد لله اليوم الشمل ديالنا تجمع بهاد الجوهرة، وبهاد الجوهرة حتى هي يمنة زوينة وغزالة. الله يرحم ولدي هشام ويجعل البركة في حليم، وينوب عليه ويجعله راجل كيفما كل أب كيتمنى يكون أحسن من الناس، إلا ولاده كيبغيهم يكونوا أحسن منه. وهاد المرة هادي اللي قاسات الحمد لله كيفما كتشوفوا عايشة، من اليوم عندها نفس المكانة في قلبي بحالها بحال لالا زينب. أليس الذي يحيي العظام وهي رميم غير قادر أن يحقق معجزات؟ لا إله إلا الله. زو معايا واحد الفاتحة. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يا رب، وتنزع الملك ممن تشاء يا رب، تعز من تشاء يا رب، وتذل من تشاء يا رب، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أشكركم اللي اقتسمتوا معنا هاد اللحظة، حنا عائلية ومثيرة، وخبر في راسكم راه قاسينا من الغياب هاد الجوهرة، وهاد الجوهرة هي اللي ونستنا. كنشكركم، الله يجعل أيامنا وأيامكم تكون ديما أفراح. آمين. إن شاء الله، مرحبا بكم.